السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي احنا معانا عم محمود في الشقة عندي، تمام؟ وكنت عايز بس اعرف هو انت بتعمل ايه دلوقتي يا عم بص محمود؟ حضرتك كده، حضرتك دلوقتي كده انا بخش اي بيت بيحتاجني بروح له، سواء في يعني في الصعيد، في الاسكندريه، في الدهليه، في انا اي حد، في اي حتة في في اي حته الجمهورية. انا ما بمنعش نفسي عنه. الله ينور فبرضه عليك. شايف كده المرتبه اهيت، احنا كده عند العميل وبنكلمه بنقول له بالامانه، قول شغلك بالامانه، عشان احنا هنخش بيت الزبون بسبب الناس اللي هي بتتكلم علينا بالامانه. تمام. تمام، وادي شغلنا اهو. هو دلوقتي بصراحة عم محمود قبل كمان ما يعمل الشغل ده هو فك المرتبة كلها بالكامل وحشاها قطن بالكامل، وكان عندي المرتبة بصراحة بتشخلل وكانت هابطة جامد. تمام. المرتبة دلوقتي ما شاء الله قبل الفينش الأخير، وأنا شايف بعلو، غير إن هو كمان وقفني على المرتبة وخلاني أتنطط يعني عليها، شوف دلوقتي كده كمان لسه كمان هشوف التفاصيل. وبيقول لي كمان ان هو انا محتاج سلم عشان اطلع على المرتبه من كتر الارتفاع بتاع المرتبه. ما شاء الله عليك يا عم محمود، وان شاء الله من نجاح لنجاح يا عم محمود. ان شاء الله ان شاء الله احنا شغلنا بكل مصداقيه. اهو دلوقتي عم محمود بيفرش دلوقتي الكسوه الاخيره، بعد كمان ما زودها مش قطن بس، ده هو زودها سفنج برضو. الله ينور عليك يا عم محمود. لا ان شاء الله هتقول الله ينور ومع الاستعمال. ان شاء الله ينور الكلام بس. هتلبس هنا يا عم محمود. انا جاي لك البسك اهو، تظبط لك الاداء اهو. انا جاي لك حبيبي. انا بصراحة ما كنتش متخيل ان هي هتبقى كده بصراحة يعني. انا لبست عندك اول اللي مش عارف. اجيلك شوية على القسم. لا روح هناك، يلا روح هناك وكمل لنا.